ابتديت ان انا كل ما اروح حته في القاهره ان انا ابص تحت رجليا، وبالتالي المعرض كله تحت رجلينا. المعرض مش على الحيطه، المعرض على الارض، لانه هي دي الطريقه اللي انا اكتشفت بيها البلاعه. لقيت ان في قصه وفي تاريخ، لانه في بلاعه بتبتدي من 1915 لحد 2015 او 16. عملنا كتاب وهو وصل دلوقتي، وده حدث كبير قوي بالنسبه لي. عملنا معرض، عملنا بلاعه حقيقيه. اعتقد ان دي very unique piece، وان هي مش موجوده دلوقتي، يعني هي عربي وانجليزي مع بعض بالهلال والثلاث نجوم، اللي هو بيرمز لحقبه من 1922 ل 1952.